مشاهدينا الكرام، وننتقل الآن لمتابعة كلمة نائب رئيس المجلس العسكري السوداني. البلد لو تكاتفنا ما في زول عنده عصاة موسى عشان يقول لك الليلة أنا بقلب البلد دي جنة، ما بيقدر إلا بتكاتف الجميع. إلا ما كلنا نخد يدنا في يدين بعض وننصح بعض ونحاسب بعض ونعمل دولة القانون. دولة القانون، الحولنا كله محكوم بالقانون. الحولنا كله محكوم بالقانون، نعمل دولة القانون، الأمور بتمشي. ولكن أي زول جاي بأجندته بأسلوبه بفهمه بتصفية حساباته ما بتمشي قدام البلد دي، وتعرف ترجع أكثر من وراء. فأرجو من كل الأخوان من كل الناس تخذ يدها في يدين بعض. نحن نعهدكم من الآن وعهدنا أخواننا اللي اتفقنا معاهم أنه نحن نشيد بعضنا وبعض ونخذ يدنا في يدين بعض ونتكاتف مع بعض عشان البلد دي نمركها لبر الأمان. والبلد دي فيها خير، لكن خير بيكو التدين، خير بيكو التدين. لازم 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 نشيد حيلنا، نبذل جهدنا، نبيض نيتنا عشان البلد دي تمرق لبر الأمان. ومن هنا يا أخواننا أنا والله أترحم على كل أرواح الشهداء من المدنيين والعسكريين، ونتمنى عاجل الشفاء للجرحى. ونحن يا أخواننا برضو هنا في الأخذ وفي الأم وفي الوالد، نحن من هنا والله ما نجامل حتى يدينا دي ما نجاملها. والله كان قلتت علينا يدنا دي ما تجينا راجع، والله ما نجاملها. لازم أي زول ياخذ حقه، لو أي زول ما أخذ حقه ما بنمشي قدام بالكذب، ما بنمشي قدام، أحسن نمشي بالصح، نمشي بالصح. ويا إخواننا نحن شي دارين نقول للناس أنه لازم لازم أي زول يتحاسب، لازم أي زول ظلم، أي زول أكل حق الناس، أي زول فسد، أي زول. ونرجع، من أين لك هذا ذا؟ من أين لك هذا؟ لازم المال جينا لملف، المال جينا لملف، نرجع ل 89، ما نخلي والله أي زول أكل حق المساكين ده يدفع حقهم. فاللي نحن الشيء دارين نقوله بنقول لكم ابشروا بالخير، والله نحن معاكم قلبا وغالبا. والكلام اللي قاله الامام ده سلمنا له في ملف، سلمنا له الان في ملف. ان شاء الله احنا نراجع مع اخواننا مع لجانكم مع الناس القريبين منكم، مش الناس اللي بيجوكم في الاحتفالات. الناس يا اخواننا، الناس القريبين منكم مش اللي بيجوكم في الاحتفالات، احنا دارين هم ديل يعرفوا مشاكلكم زي ما الامام قال الان. وان شاء الله انا ماني عارفه طبعا امام ولا هو، لكن بتكلم عن الائمه، هو رئيس لجنه هو امام انا ما متاكد. مبروك. احنا يا اخواننا ان شاء الله حنخط النقاط في الحروف ونبدا مع الحكومه الجايه. اولويه الجماهير، أولوية للجماهير، المطلوب شنو؟ معاش الناس، علاج الناس، تعليم الناس، صحة الناس، البنية التحتية، المدارس، الطرق، ده المهم الآن. إن شاء الله أي قرش حيمشي في محله. وبعدين يا إخواننا نحن برضو من الآن ما وصلنا 3 شهور نحن أي حاجة مشت بنك السودان يا إخواننا، بنك السودان المركزي. ولعند الان الشيء الثاني، المساعدات اللي جات من برا احنا ما هبشناها يا اخواننا. لعند الان المساعدات اللي جات من دولة السعودية، المملكة السعودية والامارات، احنا ما هبشناها. لعند الان يا هي موجودة في بنك السودان يا اخواننا، عشان برضو الناس تكون واضحة. ودي مجهود المجلس، ده مجهود المجلس المفروض توجه للتنمية. وبعد ذاك الحكومات الجايه ان شاء الله حنساعد كلنا يا اخواننا. ان شاء الله حنبدا صح، ان شاء الله حنبدا صح عشان البلد تمشي صح. طيب
من السيد الوالي. انا عرفت عنه في محطة تمدوم النيلية. محطة تمدوم النيلية ان شاء الله دي يا اخوان يتبناها طوالي. الصحة وصيانة المستشفيات برضو ان شاء الله يتبناها طوالي. وتجهيزها بالمعدات الحديثة ان شاء الله. طيب برضو تشييد المدارس وتاهيلها، والسيد الوالي الان موجود. يتم تغنين السكن، لو وجد سكن، لو وجد سكن ما مغنن يتغنن طوالي ان شاء الله. السكن العشوائي لو وجد ان شاء الله ما يكون موجود، لو بقي موجود الوالي يغنن طوالي. انا والله ما طيب الكهرباء ان شاء الله، ان شاء الله السيد الوالي قال 46 و48، فابشروا بالخير. شكرا، احنا بنقول لكم شكرا شكرا، ودايرين يدكم دي اخواننا. الكتري دايرينها في التنميه، دايرينها بعدها في التنميه، ما دايرينها في الاحتفالات برا، دايرينها في التنميه، دايرينها في الشغل عشان ننهض بالسودان لفوق. دايرين الشباب دي دايرينهم في التنميه بعدها. شدوا حيلكم وابشروا بالخير، وبنقول لكم شكرا 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 للجميع، شكرا شكرا للجميع، شكرا شكرا شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابعنا معا مشاهدينا هذا المؤتمر الجماهيري الذي عقده نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان محمد حمدان حمدتي، والذي شكر من خلاله الجماهير المحتفلة بالتوصل إلى اتفاق بين الطرفين المدني والعسكري في السودان على إدارة المرحلة الانتقالية القادمة لثلاث سنوات وثلاثة أشهر. وبالطبع هناك العديد من رسائل التطمينات التي أرسلها السيد محمد حمدان دجلو، والتي سنتدارسها ونتدارس القضية السودانية بشكل عام من خلال حلقة المشهد التي تأتيكم بعد قليل معنا أيضا، فكونوا معنا.